وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار الدكتور عبد العزيز أبول، عضو مجلس الشورى. دكتور عبد العزيز، كما تعلم بأن ميثاق العمل الوطني مهد الطريق نحو تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية شهدتها مملكة البحرين، لو تحدثنا أكثر عن هذه التجربة الرائدة. حتما، يعني أولا اسمح لي في البداية أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام جلالة الملك المفدى والقيادة الرشيدة، وأهنهم على ما وضعوا البحرين فيه من إعلان تصديق على الميثاق إلى وفتحوا آفاق المستقبل للبحرين. الحقيقة هذه جهود يجب أن يعرفها الجيل الجديد ويعرفها الأجيال القادمة، ويكونوا فعلا يعني دائما شاكرين لهذا الجهد. ميثاق العمل الوطني الحقيقة الذي أحدثه نقلة نوعية، نقلت البحرين من وضع إلى وضع متقدم جدا، سبق حتى ما يعرف بالربيع العربي. ميثاق العمل الوطني بعد إقراره فتح آفاق واسعة في العمل السياسي. اليوم احنا في البحرين عندنا نظام المجلسين الذي يقوم على يعني الدستور، يفتح آفاق للمشاركة السياسية ويفتح آفاق أيضا للتطور السياسي، وليس فقط في فترة معينة وإنما مفتوح للمستقبل. وجود نظام المجلسين أيضا خلق أيضا محكمة دستورية تساعد المجلسين على أن يكون كافة القوانين منضبطة بما يتعلق بالدستور ولا تخرج عن الدستور. خلق عديد من المنظمات السياسية، معهد التنمية السياسية ليس له مثيل في منطقة الخليج، لدينا معهد جزء من ميثاق العمل الوطني وجزء أيضا من مشروع جلالة الملك المفدى، وهو يسهم في إعداد كوادر وتهيئة المواطنين والفاعلين أيضا للمشاركة السياسية بشكل علمي وبشكل مدروس وبشكل جيد. خلق مجال لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تراعي الحقوق الوطنية، حقوق الإنسان في الوطن، وأيضا تراعي حقوق المقيمين. هذه كلها مؤسسات فعلا جاءت نتيجة لعمل وإقرار ميثاق العمل الوطني. على الصعيد الاقتصادي طبعا نحن اليوم نشهد انفتاح واسع جدا، لدينا يعني مجلس تنمية اقتصادية، لدينا وزارات، لدينا اهتمام أكثر وانفتاح أكثر. بعد الميثاق وقعت الدولة ودخلت في العديد من المؤسسات الاقتصادية التي تسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين، تحسين دخل المواطنين، وأيضا الانفتاح على العالم، وبالتالي البحرين لا تخلق يعني ليست هناك عوائق بينها وبين العالم، والذي ينفتح خاصة في عصر العولمة. وعلى الصعيد الاجتماعي أعتقد هناك العديد من المؤسسات التي تخدم المواطن في السكن، تخدمه في إذا كان مثلا ما عنده دخل، الأرامل، العديد من المشاريع والقوانين الحقيقة التي تراعي المواطن أيضا في وضع الاجتماعي وفي وضع الاقتصادي. نعم دكتور، لو يعود بنا الزمن إلى 19 عاما إلى الوراء، المراحل التي مر بها ميثاق العمل الوطني من قبل إقراره بشكله النهائي، لو تطلعنا بصورة يعني مختصرة عن هذه المراحل وإن كان بإيجاز. أكيد إن شاء الله، والإيجاز هو المشكلة يعني، لأن الموضوع الحقيقي يستحق بكل أكثر. تأكيد. بكل تأكيد. لكن فعلا ميثاق العمل الوطني مر بعدة مراحل. أول مرحلة ما لا يعرفه البعض إلا من شاركوا في إعداده، هو أنه كان في فترة رمضان أولا. نعم. ومن ثم أخذ 4 اجتماعات، وكانت يعني الضغط شديد، ومطلوب أن احنا ننجز في فترة معينة، وبالتالي اللجنة التي عملت عليه من البدايات لم يكن هناك شيء مكتوب يتفق عليه، وإنما كان هناك مناقشات، وكانت في لجنة الصياغة كلما اتفق على شيء تصيغ لجنة وتعيده إلى اللجنة الأوسع. نعم. ثم طبعا بعد إقراره، بعد صياغته، كان هناك لابد من موضوع الإقرار، ولكي يكون الإقرار سليما جلالة الملك يختار أن يكون هناك استفتاء على الميثاق حتى يضمن أن الشعب كله متفق عليه، وبالتالي يعطي جلالة الملك تأكيد بأن ما يسير عليه من مشروع ومن تطوير هو بموافقة شعب البحرين. بالتالي جاءت الموافقة عليه في الاستفتاء عالية جدا، يعني 98.4، دليل، وكانت بحرية تامة ومطلقة، من لم يرد أن يصوت كان له الخيار. وهناك قناعة كانت لدى شعب البحرين بأن هذا الميثاق ينقل البحرين نقلة نوعية إلى المستقبل، وبالتالي جاءت هذه النسبة. بعد ذلك طبعا جاء التصديق الملكي السامي والإصدار، وهي في يد جلالة الملك الله يديم عزة. لكن هذا لم يتوقف، كانت هناك لجنة لتنفيذ
متطلبات الميثاق، وبالتالي انشئت لجنه اخرى ايضا وتقسمت الى عده لجان لتعديل القوانين وصياغه قوانين جديده والنظر في كافه القوانين التي يتطلبها الميثاق ويتطلبها الانفتاح الايجابي الذي شهدته البحرين بتوجيه من جلاله الملك الله يسلمه. بكل تاكيد دكتور عبد العزيز، كما اسلفت بان الحديث يطول ويحتاج الى ساعات طويله من الشرح واستطلاع هذه التجربه الرائده في منطقه الخليج وفي المنطقه العربيه بكل تاكيد. دكتور عبد العزيز ابو العضو مجلس الشورى، كنت معنا ضيفا كريما في نشره الاخبار، شكرا جزيلا لك. بكل سرور، شاكر لكم. أهلا وسهلا.